نرجع معكم مشاهدينا الكرام ونكمل في ليالي الكويت، واكيد لنا اطلاله جميله من الشقيقه مملكه البحرين والاعلاميه الزميله الاعلاميه اللي دائما تكون بمثابه الاستاذه لنا الاستاذه ناهد الشيخ. مساء الخير. مساء النور وحياكم الله. ترى ثاني مره ادش وياك باتصال وصوتك ما يوصلني، ليش؟ صوتك وايد ضعيف بعد، انا ما اسمع صوتك عدل. الله يعطيك العافيه. طبعا هذه اكيد ضريبه تعتبر لمحاولاتنا مع التواصل الجديد، وان شاء الله اليوم احنا جدا سعداء ان تكون معنا اعلاميه وصوره نسائيه عن اهل البحرين، مملكه البحرين الشقيقه، وانت خير من يمثل الاعلام اكيد استاذه ناهد. اليوم وفق الاجواء والازمه اللي موجوده عندنا، ازمه كورونا، لو بسأل سؤال، شلون تقضين يومك اليوم انت وفق مسؤولياتك وارتباطاتك مع هذه الأزمة؟ والله صار فيها الحين يعني مع الأزمة لا في مسؤوليات ولا في ارتباطات ولا في شغل ولا في شيء، قاعدين في البيت. في البداية طبعا يعني تعرف يعني يمكن احنا يعني السيدات غير عن الرياييل، يعني احنا وايد اشياء ممكن نسويها في البيت. نعم. فشغلنا نفسنا، طالعنا تلفزيون، اهتمينا في بيوتنا، زرعنا، كل شيء سوينا. لكن الفترة طولت، فترة طولت. فيعني ما عندنا حل، لأن احنا دائما يعني نفكر ايش بنسوي. حلو. أستاذة ناهد، أسلوب الحياة الحين عن ما قبل فيروس كورونا، شو اللي استنتجتي انت اليوم من واقع خبرتك واكيد مسيرتك؟ شنو الرساله اللي توصلينها لاهلك واسرتك بالبحرين واكيد بالكويت؟ شوف والله خلنا اقول لك، يعني الوضع اللي احنا نعيشه الحين بغض النظر عن سلبياته وسلبياته الصحيه وكل المشاكل اللي صارت، من جانب اخر انا اشوف ان هذه المرحله اثرت على كل شخص فينا، أثرت عليه وصار عنده تجربة خاصة مع هذه المرحلة. يعني أول شيء صار تحددت علاقاتنا بالناس، تحددت جدا علاقاتنا بالناس، تحددت علاقاتنا بأقرب الناس لنا، صرنا نخاف أكثر. طبعا كلنا عرف قيمة الصحة أكثر، وايد ناس منا وايد يستهونون بالصحة، بس في ذي الوضع خلانا نعرف ان ترى صدق اهم شيء في الدنيا الصحه، ما في اهم من الصحه. صحيح. دليل ان كل الدول العالم كله وقف، على العالم كله واقف عشان شنو؟ كله علشان الصحه. والحمد لله حكوماتنا في دول مجلس التعاون الخليجي يعني الحمد لله احنا بخير الحمد لله. إيه قدمت على كل شيء، رغم الظروف اللي مرينا فيها قدمت صحة الإنسان على كل شيء، وهذا حقيقة يخلينا نعتز طبعاً. قادتنا الخليجية وأكيد حكوماتنا الرشيدة في الخليج أن قدموا واهتموا بالإنسان، وهذا شيء نعمة لنا حقيقة بوجه الخصوص. لكن أنا بقول لك شيء وأنا أتعلم، يعني يمكن إحنا البحرين يعني من يعني يمكن احنا اول ناس بدينا قعدنا في البيوت، يعني اول ناس قعدونا قعدوا في بيوتكم وانتم بخير وبسلامه ولا تطلعون. في البدايه كانت صعبه علينا، بس عقب ما كنا متخيلينها ان هي هالكثر، ان شيء هالكثر عظيم. بس الحين كم شهر مرت علينا، يعني الله يعديها على خير ان شاء الله، وان شاء الله ترجع حياتنا طبيعيه. حياتنا ما بترجع طبيعيه، ما بترجع مثل قبل. ان شاء الله ترجع الى الافضل باذن الله بوعي الناس. أكيد. ان شاء الله كأقول لك ما بترجع مثل قبل، بترجع للأفضل. ترجع للافضل ان شاء الله. مثل ما قلت لك احنا علاقاتنا بالاخرين كلها تحددت. حلو. استاذة ناهد، بس عندي سؤال يعني اقولها وانا حقيقة اشعر بألم، ان الاعلام العربي او الاعلام البحريني او حتى الاعلام الخليجي فقد قيمة وطاقة اعلامية مثل ناهد الشيخ. اهتمامك اكيد باسرتك الله يحفظها كان سبب ابتعادك عن الاعلام، ليش هذا الابتعاد وليش هذا الشقاق وهذه الفجوة الكبيرة بينك وبين يعني مسيرة النجاح اللي قدمتيها؟ خلنا أقول لك شيء محمد، أنا هاي السؤال وايد أنسأله، يعني في ناس للحين يتذكروني، طبعا جيلي اللي اشتغلوا معاي واللي كانوا يعني اللي كانوا يتابعون التلفزيون وقتها. نعم. تعرف حياة الإنسان العملية عبارة عن مراحل، ف
فأنا أولاً كان عندي عيالي كانوا يعني كانوا يحتاجون وقت أكثر من الوقت اللي كنت ممكن أعطيهم إياه وقت وأنا أشتغل. فاضطريت إن تعرف أنا شغلي ما كان في ذاك الوقت يعني ما كان سهل، وبعدين أول شيء كنت في الكويت، بعدين عشت في دبي 10 سنين، عقب رجعنا البحرين. قبل كان في إعلام، الإعلام كان شكله مختلف تماماً، الواحد كان يستمتع وهو يشتغل إعلام، وكنا نفتخر نقول إحنا إعلاميات. أنا عن نفسي كنت أفتخر إني أنا إعلامية، أفتخر إني أنا أقدم رسالة، أقدم برامج، أفتخر إني طلعت على معظم شاشات تلفزيونات الخليج الناجحة، فهاي كان فخر لي. بعدين تغير الإعلام، تغير يعني إلى الأفضل، ما صار الإعلام اللي إحنا عشناه. أنا تغير إلى الأفضل، السوشيال ميديا. نعم. خليني أخالفك عشان الهواء يصير في نقاش شوي جدي. أنا أخالفك أقول الإعلام تطور إلى الأفضل بسواعدنا وسواعد الشباب اللي موجود الحين، سواء كان بالبحرين ولا بالكويت. شوف، هو تطور بشكل معين، تطور، ولكن تطور في أشياء وفي أشياء ما تطور. يعني الحين بس خلينا نعد كم إعلامي حقيقي من الجيل الجديد إعلامي عنده ثقافة وعنده وعي وعنده رسالة. كم إعلامي موجود؟ السؤال لي موجه لي أنا جاوبك. في بالبحرين حقيقة العديد، يعني إيش كثر موجود؟ وكثير والله. صوتك محمد مو واضح عندي، إذا تعلي صوتك شوية. إنزين، يعني أقول حقيقة الأرض الحين بدول مجلس التعاون الخليجي حقيقة محملة بنخب إعلامية شبابية وقدرت توصل وتقدم أهم البرامج على شاشات. لو ما كان في طاقات شبابية وفي إعلامي عنده رسالة كان ما وصلوا وقدموا هذه البرامج. الطاقات الشبابية اللي طلعت محمد، أنا بالعكس أنا وايد أشجع الشباب إن يطلعون يقدمون شيء مفيد، لكن أنا ما أقدر إني أنا أشجع شاب مو طالع يقدم رسالة إعلامية. أشجع إعلامية بنت طالعة توها ما قاعدة تقدم رسالة إعلامية. أنا ضد إن الإعلام يتحول إلى عرض أزياء، ضد إن الإعلام يتحول إلى شو. هاي مو إعلام، هذه مو إعلام. صحيح. إعلام رسالة واضحة، أنا طالعة أقدم رسالة. حتى البرامج الشبابية أنا وايد أنتقد البرامج الشبابية. البرامج الشبابية محمد تربي شباب، تربي عيالك وعيالي وعيال هلي تربي شباب. لما يطلعني واحد شاب يقدم برنامج شبابي صابغ شعره أصفر ومسوي تاتو في يده ولابس لبس غريب عجيب، أنا ما يصير ولدي يصير قدوته هذا الشخص. يعني أنا أشوف أن الإدارات ما صارت تلاحظ، ما صارت تدقق، ما صارت تنتبه حق هذه النقاط. أنت علشان أتيك حق أي أحد يصير مشهور يقدم أي مادة في التلفزيون لازم يكون نموذج. إذا كان شاب يكون نموذج للشباب، وإذا كانت بنت تكون نموذج للبنات. لكن ما يصير أنا بنتي تقعد تحب واحدة مشهورة وهذه الواحدة تطلع بشكل ما يناسب عاداتنا وتقاليدنا، الأسلوب اللي تكلمون فيه. صحيح. محمد إحنا نشوف مذيعين يطلعون، عفوا في الكلام، إحنا نشوف مذيعين يطلعون وأنا أشوفهم وألاحظهم وأتنرفز منهم يتكلمون بلهجة، عفوا في الكلمة، لهجة شوية غير لائقة، يعني مثل ما إحنا نقول عنها بالعامية سمحوا لي سوقية. إحنا نسمع أذانينا صارت تتلوث لما نسمع الإذاعة، نسمع الألفاظ اللي يقولونها المذيعين الحين. نعم. إحنا أيامنا ممنوع توقف 8 شهور، إحنا في البحرين توقف من 6 إلى 8 شهور على الهواء سواء إذاعة أو تلفزيون. الحين السوشيال ميديا غيرت معالم الإعلام، غيرت محتوى، حتى الشهرة حلوة، الشهرة بهاي الطريقة. أنا أتفق وياك أستاذة ناهد في كل ما قلتي. أنا حقيقة أنا صريحة محمد، أنت لا سألتني لازم أجاوب. لا لا أكيد، وإحنا مطلوب منا الصراحة اليوم، لأن حرام اللي قاعد يتابعنا أكيد هو أهلنا وناسنا، ولازم نكون أكثر صراحة معاهم، وهذا ما اعتدناه منك أنت. لكن أنا أتفق وياك في كل ما قلتي. دائما المظاهر أو السلوكيات السلبية يفترض أنها ما تقدم على شاشات، لكن أنا أقول بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا أحمد ربي لأني في مؤسسة حكومية جدا راقية، وأعتقد تلفزيون البحرين بعد كذلك. لكن هناك بعض الحركات اللي قاعد نشوفها اللي ذكرتيها أنت أو المظاهر، هذه غالبا تكون في محطات خاصة والله يستر عليهم.
السؤال اللي بقوله محطات ليش استخدمت خاصة. على فكرة أنا يعني ودي محمد، أنا ودي يسكون السوشيال ميديا، دمرت عقول الشباب، خلت الشباب تفكيرهم سطحي تافه، ما يفكرون. البنات صاروا ما يفكرون إلا في المظاهر، ما يفكرون إلا ايش بيلبسون وايش بيسوون ودي طالع ذي، يعني خلت جيلنا الحين، يعني أنا مو بالكل طبعا، لكن معظم الجيل اللي يتابع السوشيال ميديا بكثرة تحول إلى جيل سطحي، تفكيره سطحي. البنات الحين تعال قول لها يعني من فارس أحلامك، يعني كل مواصفات الرجل اللي تتمنينه. اسمع بس، أول شيء بتقول لك مليونير، عنده يخت، عنده طيارة، من وين جات هاي الأفكار؟ ما بتقول لك متعلم، ما بتقول لك مثقف، ما بتقول يحبني، ما بتقول واحد يداريني ويخاف علي، هاي كلها ما يقولون البنات. معظم البنات الحين لو تشوف المشاهير اللي عندهم بالملايين يتابعونهم، من اللي يتابعهم؟ نعم شباب. حلو، بس انا يعني قلت لك كل ما ذكرتيه انا اتفق وياك فيه، لكن اتفق وياك واقول لك بعد مو الكل، لكن الدور اليوم يقع على الاسر. الاسر مو معقوله تحط اجهزه ذكيه وتخلي ما تلحق الاسر. الحين الاسر ما صاروا يلحقون. انا دائما اقول الحمد لله انا ما عندي اطفال الحين اربيهم برا وخلاص، لان الحين صار وايد صعب، لان الموبايل يربي، صحيح السوشيال ميديا تربي. ما تقدر تعطي ولدك، مستحيل ما تعطي ولدك موبايل. هل بتقدر تراقبه؟ نعم. السؤال الحين يطرح نفسه، بعد إذا سمحتي لي، بعد كل هذه الملاحظات اللي ذكرتيها على المستحدث في مجال الإعلام، ما راح نشوف الأستاذة ناهد الشيخ ممكن تقدم برنامج تلفزيوني؟ خلني أقول لك محمد، أنا من فترة للثانية ساعات أشتاق بصراحة، أشتاق، ودائما أنا عندي متابعة جيدة حق التلفزيون، دائما عندي أفكار، دائما مخي يفكر، يعني دائما أقول ليش ما يسوون كذي برنامج، ليش ما يسوون للشباب كذي برنامج. أنا أشوف أن القنوات مقصرة في قنوات الشباب. أنت الشباب الحين في وقت لازم توجه، النساء محتاجين، النساء وايد محتاجين برامج تتوجه لهم، طبعا غير برامج التجميل والفيلر والبوتوكس في برامج يعني تنمي عقلهم، في برامج ترتقي بعقلياتهم، تنبههم، توعيهم. الحين في الظروف اللي احنا نعيشها والحياة اللي احنا نعيشها، أعتقد أن التلفزيون لازم يصير عنده دور أكبر. صحيح، اتفق وياك. استاذه ناهد، لو نرجع وياك وباخذك في احلى رحله ذكريات مع ليالي الكويت، خصوصا في التجربه اللي قدمتيها من خلال تلفزيون دوله الكويت، يعني تجربه احنا كاعلاميين لما ندرس، هاي احلى مرحله في حياتي. كلميني عن البدايات، شلون لحظه دخولك. احلى مرحله في حياتي. معي استاذه ناهد، أسمعك. يعني كلميني لحظة دخولك، كلميني عن برنامج الأكثر من رائع، ويمكن ما تكرر ولا راح يتكرر، هو برنامج سوالف نهار مع الزميل والأستاذ عبيد العتيبي. كلميني عن التجربة الكويتية الإعلامية بصراحة. قبل فترة أنا كنت متواصلة مع عبيد وسالف معاه، قلت له عبيد شو رأيك نطلع نسوي سوالف نهار مرة ثانية؟ قال لا من صدق. قلت له صدقني احنا اذا طلعنا سويناه بيرجع يسوي نفس الصدى اللي كنا مسويينه قبل واحسن بعد. لا خلاص، يعني تتعرف عبيد خلاص ترك الاعلام من فتره وانا تركت الاعلام. سوالف نهار كان في ميزه وايد حلوه، الناس كانت تحبه واحنا كنا نحب الشغل فيه، يعني احنا كنا نشتغل خميس جمعه اجازات، ما كنا نحس ان احنا رايحين شغل، كنا جدا مستمتعين كلنا، الطاقم كله، فريق العمل كله اللي كان يشتغل في سوالف نهار كان وايد مستمتع. ما تتخيل حجم الفكسات اللي كانت تجينا، الاتصالات اللي كانت تجينا، الناس لما يشوفونا برا. البرنامج كان وايد حلو، كان وايد جميل، وانا اعتقد انه ما صار برنامج عقبه بعد. يعني برنامج هالكثر يوصل لقلوب الناس ويوصل والناس تحبه، واحنا كنا نحب الناس، يعني احنا كنا وايد نحبهم، نحسهم ان هم يعني تابعنا معانا. نعم استاذة ناهد، اليوم اكيد العديد من الزميلات او حتى الشباب اللي مقبل على حياه العمل الاعلامي، وحتى الاعلاميات بالتحديد النساء، يعني النساء
أو الفتيات اللي حلمها تحقق حلمها في تقديم البرامج التلفزيونية. التحضير اليوم كمقدمة برامج أنت وتحديدا برنامج مثل برنامج سوالف نهار، برنامج مهم وأنتم نجوم ولا زلتوا نجوم، شلون آلية تحضيرك برنامج صباح يومي؟ ها يعني أبي كلميني عن تحضيرك كمذيعة في ذاك الزمن. طبعا هو كان برنامج يومي يبتدي من الصبح من وقت. هو البرنامج كانت يعني فكرة وإعداد كان بدور العيسى الله يمسيها بالخير ومجموعة كبيرة يعني. وبس أنا طبعي يعني أنا تعلمت في تلفزيون البحرين وتأسسنا على إحنا ما ناخذ ورق محمد وندش الاستوديو. هاي ما تصير عندنا. يعني المادة لازم إحنا يعني إحنا نعدها ونكون مستعدين لها. يعني أنا ما أقعد قدام الضيف جيم، يعني أسأله السؤال اللي معطيني إياه في العلبة وأنطر إنه يجاوب عشان أقول له السؤال الثاني. أنا كنت وايد أحضر مادتي. أنا أحب طول عمري، أنا من بديت أشتغل في الإعلام أنا أحضر مادتي، أحب إني أدخل الاستوديو وأنا ملمة تماماً بالمواضيع اللي بتكلم فيها، عارفة الضيف اللي بيقعد معاي. يمكن هاي الشيء كان يزعج ناس وايد. أنا في مسيرتي في الشغل في ناس وايد ينزعجون إني أنا أحب أعرف كل شيء. يعني في مخرجين ما يقدرون يتعاملون معي وأنا ما أقدر أتعامل وياهم. كل شيء أحب أعرفه، يعني ما أعرف فضول حاس ما أدري، بس أنا أعرف أحب أعرف شيء عن برنامجي. حلو أستاذة ناهد، بس كانت البدايات اليوم كإعلامية وبداية خطواتك المهنية كانت بالإذاعة في إذاعة مملكة البحرين، ثم انتقلتي أكيد للتقديم التلفزيوني، لكن نشوف من خلال المسيرة الإعلامية كأن ولدت ميول ومحبة وشغف للتقديم التلفزيوني ونسيت الإذاعة، ليش؟ شوف الإذاعة وايد حلوة وأنا بديت في الإذاعة، وبعدين خلاص يعني دخلت التلفزيون وصار شغلي كله تلفزيون، وبعدين أنا اشتغلت في كذا قناة. يعني في ذاك الوقت الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله أنا وايد نجحت، وكنت أنا من وجهة نظر نفسي أنا كنت أستحق هالنجاح لأني أنا تعبت على هالنجاح. يعني أنا كنت أشتغل على مادتي على شغلي، أداوم صح، أروح قبل الاستوديو بفترة. يعني اللي اشتغلوا معاي في تلفزيون الكويت كلهم يعرفوني. يعني أذكر أنا أول في البداية يمكن أكثر إنسان علمني إن أنا شكثر أكون ملتزمة بوقت البرنامج وآي وأدخل الاستوديو وأعرف كل شيء كان الأستاذ علي الرئيس الله يمسيه بالخير محمد. يعني هو كان إيه قبلنا كلنا، كان يقول ناهد لازم تجين من مكان عشان تعرفين شو يصير، عشان تعرفين شنو موجود، ما تدخلين على الهواء وأنت ما عارفة شيء. فتعلمنا. حلو، وانتقلتي من خلال محطاتك، يعني ما شاء الله أينما يقع اسم الإعلامية ناهد الشيخ يقع النجاح والتفوق. انتقلتي وقدمتي في برامج تراثية إذا تكلمينا عنها رمضاني. شوف أنا وايد أحب التراث، والظاهر أنه هو التراث بعد يحبني، لأن أكثر برامج أنا سويتها تراثية، لأن التراث فيه شيء جميل. قدمت في تلفزيون الكويت بنادر التراث وكان برنامج جدا حلو والحمد لله نجح. قدمت في تلفزيون دبي صوغة وعتيج الصوف وبعد كانوا برامج جدا جميلة. تلفزيون البحرين سويت أصايل، سويناه تقريبا 3 سنوات، وبعدين 2016 سويت بنت النوخذة. بنت النوخذة هذه كلش أنا ما كنت مفكرة أني أنا أسوي، لكن تيسرت الأمور وسوينا وكان برنامج جميل وحلو واستمتعت فيه. نعم، اللي بقوله لو من خلال هذه التجربة وهذه المسيرة الجميلة والناجحة للإعلامية ناهد الشيخ، لو قلت لك اختصري مقومات المقدم البرامج أو مقدمة البرامج الناجحة، شنو الرسائل اللي تقدمينها من كل واحد يتابعنا وحاب إنه يشتغل في الإعلام؟ شوف أنا دائما أنصح أي أحد يبدأ يشتغل في الإعلام أقول له لازم تقرأ، لازم تقرأ ولازم تكون عارف شو يصير حواليك. يعني تقرأ جرائد، تقرأ يعني يوميا الصبح لازم تقرأ الجرائد. إحنا ما حد يقرأ، يعني اللي يطلعون كل همهم إنه يطلعون مشاهير. زين هاي الشهرة يبي لها مقومات، مو شكل حلو، مو جسم حلو وشكل حلو وشعر حلو وجسم جميل، لا يعني لازم يقرون، لازم يتعبون على مادتهم، لازم
يكونون عارفين هم ايش يبون. انا ابي اصير اعلاميه ولا ابي اصير عرضة ازياء، انا ابي اصير اعلاميه ولا ابي اصير مشهوره. في وايد برامج ممكن تخدم هاي الغرض، بس اذا اللي يبي يصير اعلامي لازم يقرا، لازم يقرا. اذا ما قرا ما يقدر يصير اعلامي، اذا ما كان فاهم يعني شنو الكلام اللي بيقوله، اذا اعتمد على المعد انه يعطيه اسئله ويطلع على الهواء يقول الاسئله، عمره ما بيصير اعلامي ناجح. المعد يعد مادته وانت تعد مادتك من صوت، انت لازم تعرف من ضيفك شنو مواضيعك، في شنو بتتكلمون، هاي كلها انت لازم تكون عارفها، انت كاعلامي لازم تكون عارفها، لا تعتمد على احد يعطيك مادة. حلو، من خلال تنقلاتك ومسيرتك اللي قدمتها تعاملتي مع قطاع الاخبار؟ انا كاني قرات فيما قرات ان انت انا قدمت اخبار فتره. قدمتي اخبار؟ قدمت اخبار فتره. يمكن انت من اول يعني بدايتي قدمت اخبار بالبدايه، يعني اعتقد في ذاك الزمان ان انت اول من الاوائل اللي قدموا اعلاميات نسائيات في مملكه البحرين. لا والله احنا ما شاء الله عندنا اسماء، يعني عندنا اسماء قبلي وايد. وانا قدمت الاخبار بس فتره بسيطه وكملت فيها يعني. نعم. يعني ما استهوت وايد، حبيت البرامج اكثر. حلو، ما بين التجربه البحرينيه المهنيه وما بين التجربه الكويتيه المهنيه وما بين التجربه الاماراتيه من خلال اعمالك، اي التجارب اقرب لك انت بصراحه؟ شو بقول لك شيء، انا الكويت اقرب لي لعده اسباب. اولا بدايه حياتي الاعلاميه. وكانت بدايه يعني اول محطه طبعا بعد تلفزيون البحرين، يعني كنت توني بس في الكويت مع برنامج سوالف نهار محمد ما تصدق، يعني اختصرت علي هاي البرنامج، اختصر علي سنوات وايد. يعني الشهرة اللي أنا حصلتها في تلفزيون الكويت بهالسرعة كانت شيء سبحان الله، يعني شيء نعمة من رب العالمين، فاختصرت علي فأنا اسمي ارتبط بتلفزيون الكويت في الكويت. يعني أنا ليحين الناس ما يعرفون أنا بحرينية، يعني ليحين يتذكرون أنا تلفزيون الكويت أن أنت كويتية، وطبعا يشرفني. وارتبط اسمي دائما بتلفزيون الكويت، ارتبط نجاحي وارتبطت شهرتي بتلفزيون الكويت. رحت عقب دبي الحمد لله، يعني كنت يعني رحت وانا واصله لمرحله من الشهره، وانا كنت مستمتعه اني انا رحت ودبي، ويعني دبي ما قصروا معي وايد، بالعكس يعني قدمنا برنامجين وكانت البرامج يعني هيئوا لنا كل الامكانيات اللي كانوا يقدرون عليها في ذاك الوقت، والحمد لله نجحنا. رحت تلفزيون ابو ظبي وبعد قدمت برامج ونجحت البرامج، رحت ام بي سي بديت معاهم كلام ونجح البرنامج، يعني كانت مسيرة منوعة وكانت جميلة بصراحة. أنا لما أتذكرها أستمتع، أحس أني أنا قدمت شيء مجال أنا حبيته واشتغلت. نعم، ما دام الرغبة موجودة عند الأستاذة ناهد، خصوصا أنك تواصلتي مع الإعلامي القدير عبيد العتيبي من فترة، وأن أساس تكون فكرة تقديم برنامج، أنت اليوم أستاذة ناهد ليش مو مفكرة ترجعين أنت رغم التحفظ اللي عندك على بعض البرامج أو بعض ما يقدم من محتوى إعلامي، قدمي أنت بالطريقة الصحيحة وقومي الإعلام باللي أنت تبينه تشوفينه صح، ليش رافضة الفكرة؟ قلت لك أنا محمد، أنا قلت لك أنا ساعات أوله ترى، يعني صدق ساعات أوله على اليوم، يعني بالنسبة لي كان أني أنا ما أعرف، يعني حسيت أني مستانسة وفي نفس الوقت شوي متخوفة، يعني أنا بعد برجع مرة ثانية على التلفزيون. التلفزيون شغلة وايد جميلة، شغلة الإعلام جدا جميلة، وأنك تقدم برنامج ناجح في رسالة ويقدم شيء للناس هذا شيء أجمل. ما أقول لك أني أنا ما أفكر أرجع، ولا أقول لك أني أنا ما أفكر بأفكار برامج، وأقول لو بغيت أرجع بس يعني عندي عارفة أنا وين بوقف وشنو بسوي، يعني حاطه في بالي انا شنو نوعيه البرامج اللي بسويها، انا ايش ابي اسوي، ايش عندي، ايش بتكلم عن لاي شريحه انا بتوجه. لكن انا عندي مشكله اني انا ما احب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا؟ ما احب السوشيال ميديا، حتى انا يعني انت مستخدمه للسوشيال ميديا؟ كلها برايفت، ما عندي شيء مفتوح. نعم؟ انت مستخدم للسوشيال ميديا، انا كذا مره مر علي اكونت بالانستغرام باسمك انت.
لا انا برايفت اكاونتي، ما عندي اكاونت مفتوح. اوكي، يمكن اسم يشابه اسمي بس لا مو انا. الله يعطيك العافيه. عندنا رساله اكيد من زميل لك، ربما جمعكم اعمال او كذا عمل في تلفزيون الكويت. خلينا نشوف هذه المداخله وبرجع لك مره ثانيه. مساكم الله بالخير جميعا اخواني واخواتي في برنامج ليالي الكويت. حقيقه انا دائما اشكر هذا الفريق لانه دائما يذكرنا بزملاء يعني كانوا يعني من فتره معانا في تلفزيون الكويت. وحقيقه لما كلموني الاخوان المعدين بانكم انتم راح تستضيفون احد المذيعات المتالقات في ذيك الفترة هي المذيعة المتألقة ناهد الشيخ. طبعا ناهد الشيخ كانت معروفة في ذيك الفترة في تلفزيون مملكة البحرين، وكانت بدايتها في إذاعة البحرين، بعد من ثم إلى قناة تلفزيون قدمت الأخبار والبرامج الثقافية والمنوعة، وكان لها صدى طيب من ناحية أنها كانت مذيعة مثقفة ومميزة في ذيك الفترة. كانوا يحبونها، يحبون طلتها، كانت مميزة، ابتسامتها جميلة. وأنا صراحة حقيقة يعني كنت يعني قريب منها، يعني يمكن أنا ما اشتغلت معها برامج ولكن كنت على تواصل لأنها كانت تجتمع معنا في الإدارة. وصراحة يعني أنا أشكر الفريق العمل بأنهم تذكروا هذه المذيعة المتميزة، وأتمنى يعني دائما يعني تذكرون الناس اللي كانت لهم يعني لهم بصمة في تلفزيون الكويت. وأختي ناهد أنا سعيد إني أشوفك على شاشة تلفزيون الكويت، وأشكر الجميع إن تذكروك. وانت صراحه دائما انا متواصل معاك عن طريق الواتساب، ودائما لما اكون اروح البحرين ولا انت تجي الكويت دائما يكون في اتصالات بيننا. وانت اخت عزيزه، وان شاء الله يعني نستمتع بحديثك من خلال هذا البرنامج. واسال الله يوفقك، وتحياتي لاهل البحرين ومملكه البحرين والشعب البحريني. وتأكدي أنك أنت يعني مثل ما يقولون لك محبة وغلا عند أهل الكويت. وشكرا لفريق العمل على استضافتك، وتحياتي للجميع. أخوكم محمد المسري. والله الأستاذ محمد المسري تحية لك منا إحنا، لأنك كنت ويانا في هذه الإطلالة الجميلة خصوصا مع الزميلة محمد الأستاذة. أخو عزيز وزميل ومشكور وما قصرت على هالكلمات. يعني أنت تستحقين هذا، وهذا أكيد مكانتك في كل زملائك وأخوانك الإعلاميين. أستاذة ناهد الشيخ، والله حقيقة تصدق محمد أنا كل اللي اشتغلت معاهم الحمد لله، كل اللي اشتغلت معاهم كلهم متواصلة معاهم ومتواصلين معاي كلهم وكلهم فعلا. أنا قبل فترة كنت في الكويت ومريت على التلفزيون ومريت على محمد في المكتب، ودائما يقول لي يلا تعالي ورجعي وخلينا نسوي شيء. إن شاء الله نسوي شيء. أكيد إن شاء الله نتشرف، نتمنى أطلالتك أكيد في أي شاشة خليجية سواء بالكويت أو حتى بالبحرين. أنا جدا سعيد في هذه المداخلة أن اليوم تكون مصافحة مع إعلامية بحجم الأستاذة ناهد الشيخ من مملكة البحرين. كلمة أخيرة توجهينها لأهلك وأسرتك في ليالي الكويت. والله أقول لهم أني أنا عشت صدقكم وحبيتكم وايد، وما حسيت أني أنا غريبة ولا حسيت أني أنا في ديرة أو في ديرتي. بالعكس يعني كانوا محتويني وايد، وكان عندي عوائل كلها حوالي وصديقاتي كانوا حوالي، وخصوصا كان عندي يعني كان عندي صديقات مثل الأهل على طول معاي، وكنا نروح وإني ما حسيت فعلا أني أنا غريبة. وبالعكس يعني أنا تلفزيون الكويت وشعب الكويت وكل جمهوري لهم فضل علي، لأن هم اللي خلوني أكون ناجحة في الإعلام.
كل الشكر للإعلامية البحرينية ناهد الشيخ على هذه المداخلة، كانت معنا في ليالي الكويت، وعلى كل الكلام اللي ذكرته في أجمل مؤسسة قدمت العديد والعديد من الأسماء الكويتية والخليجية، واللي قدمت ورفعت اسم وساهمت في رفعة الاسم الإعلام العربي. حقيقة اعتز اليوم أن يكون ابن هذه المؤسسة، مؤسسة تلفزيون دولة الكويت. فاصل وراجع لكم مرة ثانية.